بلا شك المعارضة التركية في مأزق كبير جدا زي ما حضرتك ذكرت. المعارضة التركية لابد أن تجري تغييرات جذرية، ويمكن الرئيس أردوغان ألمح إلى ذلك. وأعتقد أنا كنت كتبت على تويتر في تغريدة إن أحد تحديات الدولة التركية في الفترة القادمة هو إعادة تشكيل المشهد السياسي بما فيه المعارضة. وجود أحزاب معارضة قوية هو إضافة قوية للدولة التركية، وللأسف الشديد الأحزاب المعارضة أثبتت في هذه الانتخابات ضعفها الشديد، ضعف الكوادر، ضعف الاستراتيجيات، ضعف الأداء. ومصلحة الدولة التركية والمجتمع التركي أن تصبح المعارضة قوية. هناك مؤشرات عدة تقول أن المعارضة وفي صفوفها خاصة الشباب بدأت تعيد التفكير. الخوف أن يتحول الأمر إلى مجرد لعبة كراسي موسيقية والصراع على الكراسي، نشيل يتم إزاحة كمال كليتشدار أغلو ونأتي بأكرم إمام أغلو. أعتقد المعارضة التركية والأحزاب التركية في حاجة إلى إعادة تشكيل فكرها بأكمله، تعيد محتاجة تعمل إعادة هندرة. أنا الفكر بتاعي هل هو متوافق؟ هو ما هو الفكر بتاعي؟ إحنا شفنا تحدي كبير جدا أثناء الانتخابات زي ما كنا بنتكلم. ما هو الفكر الذي تقدمه؟ ما هي الحلول التي تقدمها؟ لم تقدم حلول ولا تقدم فكر، هي كانت تسعى إلى جذب أصوات، وده أحد أسباب نجاح الرئيس أردوغان، إن هو وحزبه لديه برنامج واضح، لديه موقف من اللاجئين، لديه موقف من الغرب، لديه موقف من الصراع في أوكرانيا، لديه موقف من الاقتصاد، بغض النظر بقى تتفق أو تختلف مع هذا الموقف، ولكنه له رؤية وله فكر. المعارضة ليس لها رؤية وليس لها فكر، وهذا تحدي كبير. أتمنى، لا لست متفائلا أن المعارضة ستلحق بأن هي تعيد تشكيل نفسها قبل الانتخابات المحلية. أتوقع أن حزب العدالة والتنمية بالعكس سيكون له اليد العليا، وربما يستعيد أنقرة وإسطنبول نتيجة للخلافات التي بدأت تدب في صفوف المعارضة، ولا أتوقع أن يكون هناك تحالف موجود فيما بينها في الانتخابات المحلية. ده توقعي، ولكن أملي أن يكون هناك أحزاب جديدة، تشكيلات جديدة، هناك شخصيات برزت زي سنان أوغاد الذي ظهر كشخص ناضج، محرم إنجا شخص ناضج، ربما بعضهم يعيد تشكيل أحزابهم أو يعيد تقديم أحزاب، وتبدأ تظهر أحزاب ذات فكر تضيف إلى المجتمع التركي. أتمنى أكون جاوبت حضرتك وأترك المساحة للدكتور ياسين.